الطيران الروسي ليلة أمس بالإغارة على هذا المركز الصحي الذي يخدم أكثر من 10,000 نازح مدني في هذه المنطقة، نزحوا من الريف الجنوبي ومن المناطق الأخرى بسبب القصف العشوائي الذي يتعرضون له. هذا القصف نتج عنه تدمير المبنى بشكل كامل واحتراق مستودع الأدوية وخروج المركز عن الخدمة نهائيا، والآن جميع الأهالي هم في عرضة للخطر نتيجة عدم وجود مركز صحي في هذه المنطقة.